احنا عندنا سفه مادي، بمعنى انا سمعتك بتتكلم في واحد عايز 15 مليون و20 مليون والكلام ده كده، انت بتتكلم على بناء على اللعيبه. ايه؟ بناء على ايه؟ مين اللي بيحط الارقام دي؟ خلاص الانديه لازم تخصص. لا بس احمد فتحي لعيب كبير على وتاريخ عيني كبير، وعلى راسي على يعني انت شايف ان احمد فتحي ما يسحقش 20 مليون؟ دلوقتي؟ اه لا طبعا احمد فتحي ما يسحقش 20 مليون؟ دلوقتي؟ لا دلوقتي لا ازاي خلاص. بقى؟ طب بص انا دلوقتي بره بره الدنيا طب بص بتقيم. بص انا بس عايز اوريك، هو برضو الاهرام الرياضي ويعني كان واصف في فتره من الفترات الخطيب ما بالغريب. فيهاش مشكلة. وانت ايوه بتتكلم على دي ما مين؟ فيهاش انت مشكلة. بتتكلم على اسطوره الكره المصريه ايوه انا بت... لا اللي هو انا بتك... محمود لا انا الخطيب بتكلم على اللي رئيس هو رئيس النادي النادي الاهلي، وفي دروب في النادي الاهلي فاتعمل انه غريق. طب انما ثواني، ما هو بتكلمش. الخطيب مش اسطوره الكره المصريه؟ ايوه طبعا. انما انا طيب بتكلم على ايه؟ بتكلم ان ده مانشيت عادي. ليه؟ بيدل على حاله معينه. انما انت الزمالك طب ما هو كسبان، ده بيدل على حالة معينة. الزمالك كسبان سوبر وجاي وبعد 3 ايام، واحنا اصلا كنا متفقين في كل البرامج ان لابد ان اتحاد الكوره يراعي حق الاهلي والزمالك ان ياخدوا راحه ما يلعبوش يوم 24 هو عشان عندهم ليه مباراتين. الزملكاويه بحس ان انا وانا بتكلم معاهم ان هم مضطهدين، ان هم عايشين في نظريه المؤامره؟ مؤامرة ليه ايه؟ انت النهارده بقى عندك نادي قوي، عندك قناه اعلاميه قناه نادي الزمالك، عندك رئيس نادي الزمالك بيطلع يعني بيدخل في مشاكل مع الناس كلها انا عشان نادي الزمالك، انت برضو فانتوا انت بتدخلني في حتة ليه تانية. مضطهدين يا احنا مش كابتن عادل؟ مضطهدين من حاجة، احنا بنتكلم لا على طول عمر اسمعني الزملكاويه اسمعني يعني بيحسسوني ان هم اسمع، مضطهدين. الاتحاد مضطهد، الاسماعيلي مضطهد، المصري مضطهد، ما كل الأندية دي انتوا عاملين مظلومة. ازمه من امبارح، ولا حازم امام كاتب تويته أزمة في وايمن إيه؟ يونس أزمة في إيه؟ كاتب أزمة في كبير إيه؟ أزمة في على إيه؟ منشط، كل واحد بيفسرها زي ما هو عايز. بص أقول لك على حاجة، أنا ممكن أقول دلوقتي إسلام صادق ابن وأعمل نقط، تتفهم إزاي؟ ابن راجل محترم والله العظيم. حد يقول كده وحد تاني يقول حاجة تانية. إنما لا لو كتبت إسلام صادق صحفي محترم، إعلامي محترم، خلاص ماشي، ما أنا اوكي. بصمت. إنما إن أنا أحط كده يعني أنا بدرج الكلام بتاعي تحت موبقات مش كويسة، حاجات مش كويسة بحيث ان احنا نقولها. انما انا هنسيبني من المنشط خلاص، مش هو ده اللي مضايقني. انا بس